أنا نور الدين من ألمانيا، فيديوهاتنا بكل الألوان، واليوم أطيب طبق شوربة كيتو غير كيتو لو كارب مليء غني جدا بالفوائد راح تذوقوه بحياتكم. بروكلي مسلوق على البخار أو تحطه بالمايكرويف لمدة حرارة عالية طبعا 4-5 دقائق، وإسبراغوس أو هيليون اللي هو هاد اللي ما بيعرفه، الكمية اثنيناتهم مع أكواب يعني شي 600 جرام تقريبا، هدول مسلوقين وجاهزين. مرقة بقر، مرقة بقرية أو مرقة دجاج اللي ما عنده بحدود 3 كوب، جبنة تشيدر 1 جبنة تشيدر 1 كوب إلى 1.5 كوب حسب درجة السماكة اللي أنتم بتحبوها، ربع كوب زبدة حيوانية، التوابل اختيارية، أكيد بدنا شوية ملح، بصل مطحون، فلفل أبيض للي يحب بابريكا، جوزة الطيب. بدنا نضيف كريمة طبخ خاصة بالطبخ أو كريمة ثقيلة عادي بيصير، نصف كوب. الآن نحن جاهزين إلى الخلط. صرنا جاهزين، هاي شوربتنا نصف جاهزة. الآن بدنا نحطيها بشيء آخر ونحطها على النار لمدة، تستوي على حرارة هادية جدا لمدة 10 دقائق فقط. هاي الشوربة بعد 10 دقائق ما شاء الله الريحة غير والنكهة أكيد راح تكون غير. يا ريت تكونوا معي هلا وتشوفوها. بدي أسكبها بأي شيء للتقديم، بدي أزينها بشوية كريمة وشوية ريحان إذا كان متوفر. أنا هذا هو طبقنا لليوم، أتمنى يكون عجبكم.